بتنفيذ رسمي من المحافظة وحضور شعبي من المحبين، استقبلت اليوم مدينة تعز الفنان وليد الجيلاني ممثل اليمن في منافسات برنامج عرب ايدول. وصل صباح اليوم إلى مطار تعز الفنان اليمني نجم عرب ايدول وليد الجيلاني، وقد كان في استقباله بتكليف من محافظة تعز عدد من المسؤولين في المحافظة ومكتب الثقافة. وليد الجيلاني قدم نموذجا ممتازا وتألق تألق ربما لم يؤثر فيه خروجه قبل المركز الأخير، لأنه قد وصل إلى عتبة الشهرة. وأنا أعتقد أنه كل أبناء الشعب اليمني قد صوت لوليد الجيلاني في مسألة التصويت وحصوله على مراكز متقدمة، وكان يستحق هذا التصويت لأنه قدم نموذجا ممتازا للفن. وليد ربما هو بالنسبة لنا هو نجم عرب ايدول، لأنه كان مميز وكان الأكثر تصويتا وحظي بشعبية كبيرة ليس في اليمن ولكن على مستوى الوطن العربي، وأتمنى له التوفيق وأتمنى أن يشق طريقه بالفن الراقي المعبر عن ثقافة تعز وثقافة اليمن، ونحن أحوج إلى أن نقدم هذه النماذج. نقول له أهلا وسهلا، وأشكر الأستاذ المحافظ الذي كان متابعا لوليد أثناء المنافسات البرنامج، وأيضا بتكليفه للأستاذ رشاد الأكحلي وكيل المحافظة والمسؤولين لاستقبال الأخ وليد، وإن شاء الله سيتم استقباله أيضا في المحافظة من قبل الأخ المحافظ. ونقول له مرحبا بك في بيتك في بين أهلك في تعز وفي وطنك اليمن. هذا الاستقبال يعتبر الثاني للفنان وليد الجيلاني بعد استقباله في العاصمة صنعاء مطلع الشهر الحالي، وهو الأول له في مدينة تعز منذ انتهاء برنامج عرب ايدول الذي شارك فيه ممثلا لليمن. الحمد لله وصلت بالسلامة إلى صنعاء والآن إلى تعز، وأشكر كل من حضر وكيل المحافظ وأشكر كل الحضور، وأنا سعيد جدا جدا ولساني تعجز عن التعبير الصراحة، شكرا لكم. بعدها تحرك موكب الاستقبال للفنان وليد الجيلاني من المطار إلى مقر سكنه وسط حفاوة كبيرة وشعبية من الكثير من المعجبين من جميع الفئات. وليد الجيلاني هو أوجد الاسم في ثوب الحزن، أبعد عننا الغلب والأحزان الذي عشنا بهذه الفترة، ويعتبر دعم وليد الجيلاني يعني واجب علينا، واجب على كل الناس دعمه، حتى لو ما حصلش على اللقب فقد حصل لقب معانا نحن اليمنيين. وما استقبال الحار هذا له إلا دليل على اهتمام ليس فقط المجتمع، أيضا الجهات الرسمية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الذي وجهنا بالخروج لاستقبال، وأيضا إولاء هذه الكوادر اهتمام كبير. استحق الفنان وليد الجيلاني محبة كل اليمنيين لما قدمه من فن راقي ولاعتزازه ببلده في كل مشاركاته التي جعلته عرب ايدول في قلوب الجميع.